ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا الجميله خبيره التجميل والمايكرو بليدنج هبه احمد. ازيك؟ طاقه ايجابيه متنقله، اقسم بالله. منورانا كل ذوق، ربنا يخليك. منورانا، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. كلميني عن المايكرو بليدنج. بصي، انا جايه النهارده مخصوص عشان اشرح ان في فرق كبير بين المايكرو بليدنج والتاتو. التاتو حاجه، لان الناس فاهمه، يعني كل اللي بيكلمني بيبقى فاهم ان ده حاجه زي التاتو. لا، هو ده يعني الدنيا تطورت اللي بيها بقى التاتو القديم بقى حاجه، وده حاجه تانية خالص. ده المعدل منه. تمام. عباره عن ايه؟ هو احنا بنعمل زي شعيرات 3D، يعني بنملى بيها الفراغات الحاجب وبنعدله وبنعدل الشكل. رسم بس، يعني ملهاش علاقه بالجلد؟ لا طبعا ليها علاقه، بسيط، مش زي التاتو. لا، مش زي التاتو. التاتو بيخش في اعماق الجلد، طبقات الجلد كلها. تمام. أيوة. وانواع الحبر كمان المستخدمه في التاتو مختلفه تماما، بيبقى داخل فيها رصاص. اللي بيها مع العمر بتلاقي اللون قلب ازرق، على رصاصي، على ساعات احمر. أيوة، اللي باللون. تمام. لا ده بقى، لا يعني لما نيجي يعني لما يجي المده بتاعته تخلص بتلاقيه بيخف لغايه ما يختفي تماما، وترجع حواجبك تاني زي ما هي. كويس، فاهماني؟ ما بيأثرش على شعيرات الحاجب الاساسي خالص، لان احنا المفروض بنقف عند نهايه، يعني احنا مش بنخش لغايه البصيله عشان ما ناذيهاش. احنا يعني بنخش لغايه قبل البصيله، يعني بين اول وتاني طبقه. تمام. المده بتاعته بتدوم قد ايه؟ وقت قد ايه؟ المده بتاعته بتتراوح. بصي، انا عايزه اشرح حاجه كمان عشان الناس تفهم. في البشرات بتختلف، يعني عندي بشره جافه، عندي بشره دهنيه، عندي بشره مختلطه. تمام. بالنسبه للبشره الجافه دي، احسن بشره بيدوم عليها المايكرو بليدنج، بيفضل وقت من سنه لسنوي كمان. كويس. على حسب طبعا، يعني هي بشره ايه. يعني لو بشره جافه بيقعد مع المايكرو بليدنج كتير. تمام. اما بالنسبه للبشره الدهنيه فبنقعد من 8 شهور لسنه. يعني عاده يعني ما بيكملش السنه معاها، لان البشره المختلطه بين ده وده، يعني ممكن على حسب برضو اهتمامها بيها، ممكن يقعد سنه، ممكن يقعد اقل. على حسب المكان اللي فيه المايكرو بليدنج بالظبط. هو ايه هو ده. يعني هي عندها تي زون مثلا، التي زون دي دهنيه. تمام. هتبقى تصنف زي البشره الدهنيه. تمام. فاهمه؟ احنا معانا الموديل، انت تقريبا هتعملي لها حاجه. اعمل لها مايكرو بليدنج النهارده. طيب، ان شاء الله دلوقتي. اتفضلي. طب نبدا. اوكي، احنا دلوقتي حابه برضو اوضح، احنا هناخد المقاييس. يعني اللي بيجي لي بنعمل تيست اللون، بختار اللون بناء على لون بشرتك ولون لون الشعر اللي هيتحط. تمام. بناء على لون بشرتك ولون شعرك. ايوه. وبعمل لها تيست الشيب، اللي هو بناخد مقاييس بناء على مقاييس وشها هي. مقاييس معينه للبليدنج اللي بيها، برسم لها وشها يطلع حاجه بشكله عامل ايه، حاجه بتليق عليها. وباخد في الاعتبار كمان، باخد في الاعتبار رايها هي، يعني حابه ايه، حابه الحاجب شكله عامل ازاي. يعني بتتفقي انت والكلاين اللي معاكي طبعا على شكل مع بعض الحاجب. نتكلم طبعا. لما نقعد في الاول بنتكلم مع بعض، بشوف هي حابه ايه، توصلي لذوقه. وبنعمل اختبارات اللون كمان. لان في ناس ما بتحبش خالص الغوامق. في ناس اصلا بتشتغل مايكرو بليدنج من غيره ولا مقاييس ولا اي حاجه. لا صعب. الكلام ده صعب. طب احنا نشوف. هنشوف دلوقتي. تمام. اوكي. هي حاطه حاجه، هي حاطه طبعا، احنا بنحط كريم بينج موضعي. تمام. علشان لو في وجع. طب المايكرو بليدنج بيبقى في وجع في الناس؟ بصي، احنا ما بتحسيش بحاجه، لان احنا بنحط كريم موضعي، فانت مش بتحسي. يعني الكلاين بيبقى مش حاسس بحاجه خالص. وزي ما شرحت قبل كده، احنا بنشتغل في اول طبقه من الجلد، يعني من الطبقات السطحيه. يعني حتى لو ما فيش بنج مش بيحس بحاجه. لا تمام. لا، لو في بنج ممكن تحسي حاجه بسيطه. حاجه بسيطه. بس احنا بنحط بنج برده عشان ما حدش طبعا ما يبقاش فيه تعب او كده. بس هو عمل طفره في عالم التجميل بصراحه. يعني طبعا احنا عايزين نوصل الستات ان هي تصحى من النوم الصبح، تغسل وشها وتنزل شغلها. يعني دي المرحله اللي احنا ان شاء الله عايزين نوصل بيها الستات. ان شاء الله. يلا تعالى نوريكم مايكرو بليدنج. اكيد طبعا. والرموش وحاجات كتير هنتكلم عنها في الفقره طبعا. لا فعلا الحاجات دي، يعني بصي، بدل ما بتسهل التجميل الطبيعي. التجميل الطبيعي، بدل ما الست تقف الصبح قدام المرايه تقعد بقى مش عارفه. لا 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 يا جماعه، احنا نعمل لامهاتنا مايكرو بليدنج في عيد الام. ايوه. عشان تنزل تروح على شغلها على طول. ايوه. ده اتفضلي.
طبعا في الوان معانا. عايزين برضو وحضرتك شغاله نتكلم عن يعني على الالوان المستخدمه في المايكرو. بصي بقى، احنا الالوان بتاعتنا كلها مستورده من يوروب، كلها من الخارج يعني بالتحديد من يوروب. اجود واخده تايتل على مستوى العالم، يعني واخده تصنيف على مستوى العالم. ملهاش اي اثار سلبيه نهائيا، زيرو 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 اثار سلبيه. تمام، فاهماني؟ ايه اكتر الدرجات اللي بتستخدميها مع البنيات؟ انا ما بستخدمش خالص اسودات. انا مش عارفه الناس اللي كانت عامله تاتو قديم اوفر قوي بجد. انا مش عارفه، انا بخاف منهم بصراحه، لكن البنيات درجاتها بتبقى لطيفه. انا مش عارفه الناس اللي كانت عامله تاتوهات قديمه دي يعني لسه عايشه ازاي، عملت كده يعني زعلت كده في نفسها. انت تستحقي تكوني جميله يعني. بناخد المقاييس طبعا بناء على ارتفاع الحواجب والعينين والمناخير كله. بصي دي بقى واحده دارسه وفاهمه بقى، بتاخد المقاييس وتبدا بقى. احنا عايزين نشوف يعني، انت هتعملي حاجه بواحد؟ انا هعمل حاجه بواحد عشان اوريكي قبل بعد. عشان عايزين نشوف. وبعد الهوا هكمل لها الثانيه اكيد. لا تقلقي. تمام. بتفرج يا جماعه، انا عاجبني الموضوع. لا هي الموديل اصلا ما شاء الله عليها، بشرتها فاتحه فهيبان فيها كمان اكتر. البنيات بقى، البني الغامق اكتر شغال معاكي. بصي انا كمان في نقطه كنت حابه اشرحها. ان البليدنج اول ما بتعمليه بعديها باسبوع، بعد ما بيقشر ويبقى يعني بيهيل، بيخف درجه من درجه لدرجه ونص. تمام تمام. فالكلاينت مثلا اللي بتبقى عايزه بني وسط، انا بعمل لها بني اغمق بدرجه. تمام. عشان هيفتح معاها كمان اسبوع. تمام. وفي برضو حاجه عايزه اقولها اللي هي الجلسات، يعني لازم الناس تخلص جلساتها عشان تشوف النتيجه. ايوه طبعا. ما تجيش واحده تعمل جلسه وبعد كده تقول لي هي يعني، لانه بيخف يعني. أيوة. اول يعني طبعا. اول جلسه دي 30% من الشغل. تاني طبعا. جلسه هي 100% من الشغل. بيبقى كام جلسه؟ بالنسبه للناس العاديه اللي مش عامله تاتو بتبقى مثلا جلستين. لكن الناس اللي عامله تاتو من 2 لـ3. التانيه بعد من 3 لـ4. سوري، انا 3 لـ4. بعد قد ايه مثلا وقت يعني؟ اول جلسه بعد يعني اول جلسه في خلال شهر. اول يعني في خلال يعني الاعاده بقى. جلسه في خلال شهر الاعاده، وبعد كده الثالثه دي بالنسبه للناس اللي عامله تاتو. ايوه. بعديها برضو شهر. تمام. طب ايه اللي بيميز شغلك غير شغل الناس الثانيه؟ والله احنا عندنا الكواليتي كلها ممتازه. كويسه جدا. ممتازه يعني. يعني مش عايزه اقول لك عشان ما يبقاش اعلان. احنا هنشوف المشاهدين هيشوفوا معانا المشرط. عايزه كمان انوه عن حاجه، لازم الكلاينت تبقى متاكده ان كل حاجه ديسبوزبل، كل حاجه استخدام مره واحده. ايوه طبعا، ده عشان حاجه مهمه، والتعقيم مهم جدا جدا جدا. ما شاء الله لابسه كوانتي ومعقمه كل حاجه. تمام. احنا كمان هناك بنلبس بقى كمامات وحاجات دكتوره عمليه. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزين الوقت يخوننا، فعايزين ما انا مش عايزه الوقت يخوننا. تمام. انا ناسيه نفسي معاكم. الحلقه جميله جدا اصلا. جميله. مده ثبات البليدنج ايه؟ ما احنا قلنا احنا بالنسبه للبشره الدهنيه بتبقى اقل من سنه. بالنسبه اقل من سنه. بالنسبه للبشره. طب بالنسبه للبشره الموديل حاليا دي تستخدم دي تي زون. البشره دي تي زون. هي جافه ومن هنا دهنيه. تمام. فدي ممكن لو خلصت الجلسات بتاعتها تبقى يعني من 8 شهور لسنه. تمام. وكنا حابين برضو نعرف يعني شغاله في البليدنج بس ولا في حاجات تانية؟ سوري انا اسفه. لا، في طبعا رموش. في رموش. تمام. اللي هي سيمي بيرمننت. تمام. وفي تنظيف بشره عندنا عميق. الرموش دي برضو ثوره في عالم التجميل. احنا هنشوف دلوقتي صور. كان في موديل اصلا جايه تاني، كانوا 2 موديل. الموديل الاولانيه ما جاتش، انا اتضايقت، انا كمذيعه اتضايقت. بكلم هبه قالت لي عادي ولا يهمك يا جماعه. بجد والله هبه دي طاقه ايجابيه متنقله بجد. قلت لها انا متضايقه. المره الجايه انت انت عادي الموديل معاكي ربنا يخليكي. انت عسل والله العظيم. انت اللي جميله قمر بجد، منوره الاستوديو، منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي يا رب، كلك ذوق. ميرسي يا روحي. انا بتفرج وانتي لا. ناخد بقى البنات. هو تقريبا الموديل الكاميرا مش جايبه الموديل قوي. والله اجي كده بنرسم الشعر 3D بعد كده شويه. اسمها ايه؟ ندى. عشان الموديل مش طالعه في الكاميرا، عايزين بس نشوف الشغل. المشاهدين يشوفوا الشغل لايف.
هي طبعا بصي انا سالتها قبل الهوا قالت لي ان هي حابه الحواجب مش مربعه. فطبعا كل حاله على حسب ما هي حابه ايه. يعني الصور اللي هنشوفها دلوقتي كل واحده اللي بيبقى ليها راي. ايوه بس انت اكيد برضو يعني لو واحده مختاره حاجه مش هتلاقيها على بشرتها انت بقول برضو. طبعا بقول طبعا رأي. طبعا طبعا بصي مفيش ولا اي دم ولا اي حاجه. احنا بنرسم في الطبقات الخارجيه من الجلد تماما. تمام. في قبل يعني كده عميل اشتكى من الشغل لا خالص. وانا اسمع ان التاتو ليه مشاكل كتير. كتير لكن المايكرو بليدنج انا اسمع ان هو صراحه جدا. كويس. انا عايزه اقول لك كمان جلسات لا احنا لازم نجرب ايمان لازم نجرب ان شاء الله. انا عايزه اقول لك جلسات الازاله اولا انا كنت لسه عايزه اتكلم في النقطه دي. ايه الفرق بين جلسات الازاله في المايكرو بليدنج والتاتو؟ بص في ناس عامله تاتو وتقول لك الازاله بالليزر. بالليزر احنا ما عندناش ليزر. احنا الازاله مش بالليزر بريموفر اللون برضو. نفس التكنيك. الفرق كمان بين التاتو والمايكرو بليدنج في البليد دي كمان يعني في التاتو بتبقى حاجه الكتريك. دي زي ما انتم شايفين حاجه صغننه خالص بتبقى يعني بتخش في مسامات الجلد بكل سهوله. تمام فاهماني. بس تقريبا كان بقى فيه اجهزه كهربائيه وحاجات زي كده. ديت التاتو. التاتو ده هو حضرتك شغاله في التاتو الحواجب فقط ولا مش بيتحط على الجسم برضو؟ لا 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 انا مش بشتغل في الحاجات الدايمه. انا بشتغل بس في البليدنج عشان مؤقت. تمام. وطبعا ان هو ما بيطلعش دم. انت عارفه طبعا في اختلافيه في حلال وحرام. فبتجنب انا اي حاجه يعني عليها خلاف او فيها شبهه. يعني البليدنج عادي ما مش زي لا 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 خالص نهائي. ما بيخرجش طبقات الجلد والله كويس. بيشتغل على السطح الخارجي. تمام. ما بينزلش دم. طبعا كويس. اي حاجه من الحاجات. انت كده هتشجعي بنات كتير ان هم يعملوا بليدنج. والله فاهم بتفرق في الشكل بطريقه خزعبليه. انا في ناس كتير اصلا قبل الحلقه مكلميني والله عاملين تاتو بس يعني على الجسم وبيسالوا عن البليدنج بيتعمل على الجسم ولا مش متاح؟ لا لا بيتعمل هنا في الراس في الشعر يعني في الشعر. بديل الشعر. بديل الشعر طبعا بيبقى في رسمه شعر طبعا كانه طبيعي 100% 100% ما تمام. ما هي شعر 3 دي. الحاجب الواحد بياخد منك وقت قد ايه؟ الحاجب الواحد ما على حسب مثلا انت عايزاه سميك عايزاه على الرسمه نفسه نفسها بتني فراغات بس ولا ايه؟ تمام. في يعني بتاع ربع ساعه مثلا. كل كلاينت طبعا غير طبعا التاني. طبعا طبعا يعني ممكن العميل واحد نص ساعه مثلا بالظبط. كويس. في ناس كتير جربت التاتو الفتره دي وما التحتش في نتيجه الشكاوي من التاتو كتير جدا قوي قوي. وكمان ان انت تروحي تزيلي دي صعبه صعبه صعبه. ازاله التاتو صعبه قوي طبعا قوي. لك المايكرو بليدنج مكلفه صعبه بتاعته. ومكلفه لان هي بتاخد كذا جلسه. سمعت يا اسلام المايكرو عامل تاتو. المايكرو بليدنج بقى الازاله بتاعته سهله ولا فيها مشاكل؟ سهله ومش مكلفه خالص. وقت قد ايه مثلا في الازاله؟ زي الوقت ده لو احنا هنزيل اللي احنا عملناه كله. لكن لو هنزيل حاجه بسيطه مفيش. تمام. انا حاسه ان انت يعني الموضوع بسيط خالص. انا قلت بقى مايكرو بليدنج بقى اكيد في اجهزه كهربائيه وشنيور وحاجات. لازم دراسه. بسيط بس لازم دراسه. عايزة نعرف التكلفه يعني مثلا كحواجب مثلا. بصي التكلفه انا عندي يعني تكلفه عايزه التكلفه في حدود ال يعني معقوله بالنسبه لغيري كتير. معقوله. بيبقى في طبعا خصومات بقى للكلاينت الام واعياد المناسبات والحاجات دي كده. وعيد يعني. الام طبعا بالظبط. احنا الشهر ده عيد الام. ما هي اكيد في عروض طبعا في عيد الام. احنا لازم نعمل لامهاتنا يا جماعه. كل سنه كل ام مايكرو بليدنج. كل ام كل سنه كل ام. بصي احنا بعد الخطوه الاولانيه بنعمل مساج بنحرك اللون على الاستروكس اللي احنا خدناها. تمام. عشان تخش جوه الاستروكس نفسها. تمام. اوعوا تتخضوا. بعد كده لما نشيل اللون بنشوف بقى يعني اللي احنا عملناه وبنشوف هي عايزه يعني في لسه في فراغات ولا ايه. تمام. طب احنا ممكن ناخد مداخله هاتفيه وانت شغاله؟ تمام يا ريت. مين؟ الو. معانا مداخله هاتفيه نقول الو. الو. ايوه ايوه اتعرف بحضرتك. صباح الخير. صباح الفل عليكي.
اتعرف بحضرتك استاذه ايه؟ شيماء معاكي. ازيك يا استاذه شيماء؟ صباح الفل عليكي. صباح النور. صباح النور. ميرسي. كنت عاوزه استفسر بس عن المايكرو بليدنج. انا عامله تاتو قديم. فالمايكرو بليدنج هينفع على التاتو القديم؟ انت التاتو بتاعك لونه ايه؟ جراي. جراي فاتح ولا غامق؟ لا هو غامق شويه يعني، لان انا لسه من فتره كده عامله ريفيل. بصي، يفضل طبعا انا لما باجي اعمل على تاتوهات بتكون الالوان فاتحه وبتكون بقالها كتير، يعني بقالي كتير عاملاه علشان يدوم، علشان التاتو ما يطردش. طبيعي قوي. فاهماني؟ ايوه. عشان التاتو ما يطردش اللي تحته، اللي فوقيه سوري. تمام. بس طيب هو بياخد بقى اكتر من جلسه ولا هو من جلسه واحده؟ بالنسبه للتاتو بياخد من جلستين لاربعه. ده عشان يعمل بقى الايفكت بتاعه يعني، عشان يبقى واضح. بالظبط يا فندم. بالظبط. تمام. شكرا ليكي. شكرا ليك يا شيماء. احنا كده وصلنا لحد فين؟ لسه يعني بنعمل الاوتر بتاع الحاجب. الايه؟ الـ يعني الحدود الخارجيه بتاعته. المنظر ده. طب احنا عشان بس الوقت بتاعنا. تمام. طب انت ممكن تعرضي الصور الجاهزه معانا؟ طب احنا ممكن ننزل بالصور، نجيب الاوتوكي شويه. نزلنا بالصور. تقريبا في مشكله في الصور. في مشكله في الصور تقريبا. احنا المفروض بنسيب ده 10 دقايق عشان الاستروكس تمتص اللون. تمام. طب احنا كده فاضلنا قد ايه؟ طيب عشان هم عمالين يكلموني في الكنترول. عشان طب بصي، انا دلوقتي الخطوه دي بتقعد 10 دقايق. تمام. اوعى تشوفوا. الخطوه دي بتقعد 10 دقايق، بعد كده بنشيل اللون. بنشوف الـ الخطوات بقى اللي احنا عملناها. في فراغات بنخش بنشوف الفراغات والستروكس، اللي هي يعني ايه ستروكس؟ يعني الشعيرات اللي هي 3 دي اللي احنا عملناها. طب احنا ممكن نمسح ونشوف الشكل اللي هي؟ بصي مش هيبان قوي، بس انا ممكن امسح لك واوريكي ان شاء الله، حتى يعني شايفه الراس البدايه حتى. طبيعي جدا البدايه. طبيعي. هي طبعا لسه ما امتصتش حاجه، ده انا بوريكي يعني. بصي البدايه عامله ازاي، هي كانت البدايه ما فيش هنا. زودت لها شعر. لو خلينا كمان اللون عليها هيبان اكتر وهتملى الفراغات اكتر، يعني لسه هنا خالص ما اشتغلناش من جوه. خالص هنا فاضي، بس في فرق شاسع جدا بين ال ده. انا عايز استني اوريكي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما كملناش حاجه. انا عايزه اقول لك ان انا اقعد معاكي بعد هو الوقت بس. بس في فرق شاسع يا جماعه، وطبعا عشان ما فيش وقت فمش لاحقين نعمل يعني. شايفه بس في فرق برضه، ولسه في تكمله يعني. هو لسه في تكمله على الحاجب ده. تكمله.